يقول: ما صحة الحديث الذي يقول إن رجب شهر الله وشعبان شهر رسوله ورمضان شهر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وما أجر الصوم في رجب وشعبان؟ لا صحة لهذا الحديث فيما أعلم، وشهر رجب من الأشهر الحرم، ولكن لا يخصص بعبادة دون غيره من الشهور، فليس له فضيلة خاصة، وإنما هو كسائر الشهور. وكذلك شهر شعبان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أو يصوم أكثره، فصيام أكثر شهر شعبان هذا فيه فضيلة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص ليوم النصف من شعبان بالصيام هذا بدعة، أنه لم يثبت فيه دليل. كذلك تخصيص قيام ليلة النصف من شعبان هذا بدعة، لم يرد به دليل. أما من كان من عادته الصيام والقيام في سائر الشهور فإنه يعتبر النصف من شعبان وليلة النصف من شعبان كغيرهما من الأيام والليالي. أما تخصيص ليلة النصف من شعبان وتخصيص يوم النصف من شعبان بعبادة فهذا يكون من البدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحاصل أن شهر رجب لم يثبت له فضيلة خاصة دون غيره من الشهور، ولا ينبغي عمل عبادة خاصة به دون غيره من الشهور، لا صيام ولا ذبيحة ولا عمرة ولا غير ذلك، بل هو كسائر الشهور. وأما شعبان فمن ناحية صيام غالبها وأكثره فهذا مشروع ومستحب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يستكمل كله بالصيام، بل يترك منه بعض الأيام. وأما تخصيص ليلة النصف منها ويوم النصف منه بعبادة فهذا بدعة ولا أصل لها. نعم.